عن عنوان بيمس ثلاث ارباع الناس، وهو الحد الأدنى للأجور. وصل المواطن اللبناني إلى واقع مأساوي، فمع رفع الدعم عن المحروقات أصبح اليوم الحد الأدنى للأجور بيساوي 3 تنكات بنزين، وبالتالي أصبح رفع الحد الأدنى هو مطلب أساسي لموظفي وعمال لبنان، علما أنه الاتحاد العمالي العام عم يطالب بأنه يكون الحد الأدنى للأجور 7 ملايين ليرة. فهل هالأمر ممكن تحقيقه؟ بيسعدنا اليوم رحب بضيفنا رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشار الأسمر. صباح الخير. تحية لكم بصوت لبنان وتحية لك. يعني اليوم هيك بس سمعوا المواطنين خصوصا العمال والموظفين بالقطاع الخاص أنه ممكن يصير الحد الأدنى للأجور هللوا 7 ملايين، بناء على أي دراسة عملتوها ضمن الاتحاد العمالي العام؟ الحقيقة نحن عم نطالب للقطاع الخاص وللقطاع العام بنفس الوقت. نعم، تدفع الدولة هلا بعدين بنبلش. ونقول كمان إنه كمان في فرق بين الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام والقطاع الخاص. القطاع الخاص 675,000، القطاع العام 950,000، وهذه ما بتصير ولا بدولة. بس نحن اللي ما بيصير بأي دولة بيصير عنا. إنما نحن كمان نحن خرجنا السلسلة مثل ما بيقولوا سنة 2017، ونحن كنا حاضرين بكل مفاصل السلسلة. ايه معلش، يعني عم تقول خرجتوا السلسلة كأنه عملتوا انجاز بوقت انه السلسلة اجت حسب ما عم بيقولوا المحللين الاقتصاديين انه اجت كوارث يعني على لبنان ووصلتنا لهون. دايما الكوارث بتتركز وقت اللي بيكون في مكسب للعمال. يعني وقت اللي انقرت السلسلة كان على لبنان دين 72 مليار دولار. طبعا دايما منحمل السلسلة لأنه ما فينا نحمل الصفقات والسمسرات والنهب والسلب. ليه ما منحلهم نتوجه عليهم؟ دايما مثلا هلأ منقول مش لازم نزيد الحد الأدنى للأجور وقايمة القيامة ومش قاعدة، بس طبعا لازم تكون تنكة البنزين ب 300,000 وتنكة المازوت ب 275,000، ولازم تكون السلع الأساسية كلها اللي عم ياخدها المواطن إن من داخل لبنان وإن من خارج لبنان على 20,000، ولازم الموتور الكهرباء يندفع على آخر ما يرام، ولازم كل شخص وكل تاجر وكل صناعي وكل شخص يتعاطى المهن يحاسب العامل على 20,000، ولازم طبعا العامل يضل يقبض على 1,500. بس ما بدنا نكون معه هالشركات اللي عم تحكي عنهم أموال لحتى تدفع للعامل. نحن مش حقيقة يعني ما عنا السلطة العسكرية أو السلطة الملزمة لنلزم الشركات. نحن نتحدث عن شركات منتجة، نتحدث عن مؤسسات ماشية اللي نحن بنعرفها، نتحدث عن مصانع، عن تجار، عن القطاع الخاص. يعني بعض ركلجت وضع زادت العمالة، بس القطاع العام بعده عم بيقن تحت وطأة. خليني أقول أنه تصوري أنت قطاع الحد الأدنى للأجور، تصوري قطاع عام بدون سلسلة، يعني إحنا عم نحمل السلسلة. تصوري عسكري اليوم بيقبض 1.5 مليون ليرة، تصوري كان بدون سلسلة سنة 2017. طيب خلينا نرجع للدراسة بعدين بنعول ومنحكي اللي لازم ينحكى بموضوع شو نقال. يعني ردة فعل على الطرح 7 ملايين، يعني أول شيء أنتوا عملتوا دراسة بالاتحاد العمالي العام. نعم. كيف انعملت الدراسة؟ على أي أساس تم تحديد 7 ملايين؟ يعني قبل رفع الدعم ولا بعد رفع الدعم؟ لا، بعد رفع الدعم. بس نحن بالأساس سنة 2017 طلبنا أنه يكون الحد الأدنى للأجور 1.5 مليون. من بعد ما خلصنا سلسلة الرتب والرواتب بالقطاع العام انتقلنا على القطاع الخاص، وكان في إلنا مطالبات بوقتها واجتمعنا مع الهيئات الاقتصادية. اليوم نحن إذا بنجي بنعطي خطوط عريضة منلاقي إنه نقل، أجور نقل، كلنا عم نتنقل، الموظفين هون بالإذاعة بتنقلوا، أي فتحة باب لأي سيرفيس بتكلف بين 20,000 و 25,000. إذا قلنا العامل نقل مرتين أو ثلاثة بالنهار وضربناهم ب25 نهار عمل، منلاقي أنه نوصل تقريبا بين 1,400,000 و 1,500,000 أجور نقل. إذا انتقلنا على الضوء، أصحاب المولدات أو بعضهم يتقاضون على 5 أمبير 1,500,000 أو 1,600,000. أنا مبارح اتصلت برئيس بلدية فرن الشباك،
الصديق ريمون سمعان وطلبت منه التحقيق ببعض المولدات بالمنطقة اللي بتتقاضى على 5 أمبير مليون وستمائة ألف. بالضاحية الجنوبية نفس الشيء، بالضيع النائي نفس الشيء. صرنا 3 ملايين ليرة، صرنا 3 ملايين ليرة. إذا نقلنا بعد منها على الماي، ما في المياه غير متوفرة بكل لبنان وخاصة ببيروت، وكل شقة ببيروت عم تعبي بين 300 و500 ألف ماي لتقدر تحصل على ماي. صرنا 3 ملايين و500 ألف. إذا نقلنا على السكن، قدام متوسط إيجار الشقة أو ما تكلف الشقة لأي عامل؟ رح نحسب 500 ألف. أجار غرفة صغيرة صرنا بأربع ملايين ليرة. لدفعنا بعد كهرب الدولة، ولدفعنا ماء الدولة، ولدفعنا انترنت، ولا أكلنا ولا شربنا ولا تطببنا ولا سجلنا أولادنا بالمدارس. يعني أنتوا أخذتوا الخطوط العريضة. أي خطوط العريضة أخذتوا من ناحية العامل، من ناحية كل الناس. العمال بلبنان هني بحدود 900 ألف عامل، رح وزع لك إياهم كيف إني أنا. في عنا 250 ألف القطاع العام ما بين أسلاك عسكرية وبين موظفي دولة ومصالح مستقلة. في عنا 450 ألف عامل مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صرنا بحدود 700 ألف. وفي عنا 200 ألف عمال زراعيين وغير شيء. يعني نحن 900 ألف عامل، إذا عملنا معدل العائلة 3.2 يعني صرنا بحدود 3 ملايين وشوي، يعني 80% من الشعب اللبناني عم بحكيكي عنه أنا. نعم، يعني مكونات الحد الأدنى طبعاً بيدخل بينات النقل وال طبعاً طبعاً طبعاً. نعم. وهون هلأ أنا عندي بعض الحلول لنقدر هذا الرقم يكون منطقي أكتر. هلأ رح بس حتى أخذ توني يمين، صار له بعتقد نص ساعة ناطر. توني تفضل. ألو، عم تسمعنا توني؟ ناطع الخط. على كل حال، اليوم رفع الحد الأدنى للأجور هل هو الحل؟ يعني نحن عم نحكي، إذا عم نحكي لما صار في سلسلة رتب ورواتب صارت ليرتنا بالأرض، هلأ مع يعني المطالبة بالحد الأدنى للأجور 7 ملايين، وين رح تصير الليرة يا دكتور بشارة الأسمر؟ الحد الأدنى للأجور هو الحد الأدنى للعيش اللائق. نعم، ومكون من هيدي السلسلة اللي قلت لك إياها، هاي المكونات. بس لازم يتعالج هالملف بسياق شمولي بياخد بعين الاعتبار سعر الصرف. موافقك 100%. لا قلت لك إنه هيدي مكونات الحد الأدنى للأجور. تفضلوا، وهذا اللي قلناه مع رئيس الحكومة حكيناه، ومع وزير العمل ومع وزير المالية، تفضلوا الهيئات الاقتصادية لنناقش كل مكون. اجتمعتوا بلجنة المؤشر؟ هيدي الجمعة مفروض. يعني نحن قرينا كأن أول الأسبوع، بس أول ما قرينا يعني ما بين هيدا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل، أنا بانتظار الموعد من وزير العمل. إنما أنا اللي بدي أقوله، أنا عم بقول هيدي مكونات الأجر. تفضلوا إذا الرقم مش عجبكم تناقش كل مكون بمكونه. تفضلوا تناقش السكن، خلينا نناقش السكن، خلينا نناقش النقل، خلينا نناقش الطبابة، خلينا نناقش التعليم، ما عندي إشكال. وهلأ بفصل ما بتكون تناقشوا قدرة الشركات الخاصة على دفع الرواتب، خصوصا أنه الغالبية الكبيرة منها عم بتعاني مشاكل إفلاسات. 30% من الشركات ببيروت عم بتسكر بوابة، ولا يمكن السير بألي حل بملف الأجور. إذا ما كان شمولي أنا موافقك، بس حدا ناقشك وقت اللي صارت تنكة البنزين ب 250 ألف أنت كعاملة كإعلامية؟ حدا ناقشك وقت اللي طلعت ربطة الخبز؟ حدا ناقشك وقت اللي رفع الدعم عن الدواء؟ النقاش بس يتركز وقت العامل بصير يسأل. ومع هذا وكله نحن قلنا انه نحن نتوجه الى المؤسسات الفاعلة، واذا مؤسسة غير قادرة ومؤسسة مفلسة او عند وضع اقتصادي صعب سنراعي هذا الوضع. اليوم نحن نزادت 24 ألف ليرة بدل النقل، بس صاري. لما كان سعر الصرف على 70,000 على ايه؟ على 8,000. لا كان 8,000 كانت على 24,000 سعر صفيحة البنزين. نعم، 70,000 صارت صفيحة البنزين. عملنا مفاوضات مع وزير المال ومع وزيرة العمل السابقة، 24 هلا صرنا 24 بالضبط. هلا نحن عم نطالب بمفاوضات جديدة يا دكتور لرفع بدل النقل. نعم، إذا رفعت الرواتب من دون إرفاقها بخطة
يعني اليوم بيكلها التضخم وكأنه شيئا لم يكن، يعني كل شيء بيرتفع قدامه. أنا يعني ما عندي أنا تلفيز اليد الطولة لنفذ 7 ملايين بطريقة إلزامية، عم بقول تفضلوا لنناقش ناقش نعم. ناقش مكونات هال7 ملايين، وبنقدر مثلا إذا جيت على النقل، أنا حاطت 1.5 مليون نقل، إذا عندي خطة نقل أنا حضرية اسمها النقل الحضري نعم. اسمها النقل الحضري، مأمن للبنك الدولي 290 مليون دولار موجودة بمجلس الإنماء والأعمار، تشمل بيروت الكبرى وتشمل خط سريع بين بيروت وطبرجة. تعوا تنفذ الخطة ضمن خطة شاملة تشمل كل لبنان، بشلك 1.5 مليون أنا. ما مشان هيك نحن عم نقول يعني اليوم مش الأفضل نحمي القدرة الشرائية عند المواطن، مش الأفضل نأمن له النقل اللي عم تحكي عنه خطط نقل القابعة بالجوارير، مش الأولوية لحماية ما تبقى من القدرة الشرائية عن طريق زيادة زيادة ما تكون زيادة بالمصروف مقارنة أنه يلا علينا المعاش وزدنا المصروف كأن شيئا لم يكن. أنا وقت البلاقي ما في علاج لأي شيء نعم على الصعيد الحكومي بتضل سنة وشهرين لقادر ألف حكومة، هلأ تألفت حكومة نحن عم نمنح نفسنا وعم نمنح الحكومة فترة للعلاجات، ونعم نعمل جولة على كل الوزراء، ونحن باجتماعات دايمة مع رئيس الحكومة. إن بسأل نفسي أنا إذا أنا ما عندي علاج باليد، ما عندي علاج آني ينجموا الدولار على القليلة، ينجموا الدولار على القليلة. هذا عم نقوله نحن، طرحنا كمان تعوا هالقصة كلها تيكون في علاج لوقف انهيار سعر صرف الليرة، سعر ثابت للدولار. إذا أنا بدي أسأل أنا كمواطن عادي بتطلع بلاقي إنه الدولار بيلعب 4,000 ليرة 5,000 ليرة، وصل الدولار ل24,000، نحن عم نلاقي الدولار اليوم 17، من شهر كان الدولار 13. شو مسببات هالارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار إلا المافيات والاحتكارات؟ تعوا تنضرب هالمافيات بيد من حديد، تعوا تنحسبهم محاسبة فعلية، تعوا تندخلهم على الحبوس. هذا الواقع نحن بيعالج لنا جزء كبير من هالانهيار الاقتصادي، وبتخف مطالباتنا نحن كحركة عمالية. إنما بسعر صرف جنوني بارتفاع هائل بجميع الأسعار، بارتفاع بأسعار المحروقات بالدواء، المطلوب الحد الأدنى للأجور يضل 1.5 مليون، وإذا طلبنا منقول نحن عم نعمل تضخم، لا كل شيء متضخم. خلينا نستقبل اتصالات المواطنين، صاروا كتار. مين معي؟ ألو صباح. ألو. صباح الخير. بونجور، كيفك؟ يا أهلا. هوني معي، كيف صحتك؟ يا هلا. بس للشارة صباح للشارة أنا بدي أسألك سؤال بس ما علي. ليلى هلا بعد ما كمان تحذيري هلا وعي أخير أخذت 7 مليون. مصرنا هلا عم نشرح إنه 5 دقائق. بعد في عنده أغلاط ما علي. شو؟ التحذيري بلاش بنا صار 3 سنين يقول بقى نحجر مع احترامي لإله، ونحن بعدنا ما حمنا. عندك قطع السيارات، عندك الزاي، طيب عندك الشهداء الأحياء، كيف بيتنقلوا بالسيارات؟ بالسيرفيس ما بيقدروا يطلعوا، ما بيقدروا يطلعوا بالسيارات. سيرفيس يعني السيرفيس يصير قد 100 و200. نعم، يعني شو سؤالك؟ شو سؤالك؟ سؤالي أنا إنه يا بده يضرب الحديد هو حامي، يا ليش بدنا ننضج على بعض؟ مصاب 3 سنين بنضج على السد الشارع. شكرا لك. نحن كشهداء أحياء بحاجة لبنزين مثلنا مثل السفرية، لأن نحن ما الشوفير ما بيطبعنا معنا هو والكرسي. شكرا لك، عن جد مطلب محق عن جد. خلينا نتواصل مع ضيفنا اليوم رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيت. صباح الخير. صباح النور، يعطيكم العافية. رئيس الاتحاد، رئيس الاتحاد يعني عم بيطالب أن يكون الحد الأدنى للأجور 7 ملايين، وقال تعوا تناقش. سمعته نعم. بس حييك وحييه، هو زميلنا بالمجلس الاقتصادي. بنحييك ايه؟ حضرة الرئيس. بس موافق على هالرقم؟ هلا بوصلك. بس انت وانا زملاء بالاتحاد العمالي، لانه نحن كلنا عمال من اجل لبنان. بنحييك يا حضرة الرئيس. تسلم تسلم. بموضوع الحد الأدنى طبعا يعني أنا بتابع شو بيقول رئيس الاتحاد والرقم اللي هني حاطينه، بعتقد هيدا كان بداية الحديث. خلينا نقول أولا أنه تصحيح الحد الأدنى للأجور بطل يعني طرف وبطل موضوع مطروح للبحث، قد نكون تأخرنا في يعني إطلاق النقاش، وكنا لدينا كثير بالمجلس الاقتصادي اللي فتح النقاش وحكينا بوقتها بغياب الحكومة بالتفاهمات المرنة
حتى حسب وضع كل شركة تقدر هي فورا وسريعا ما ننطر أشهر لحتى تتصحح الأجور ويتصحح على الحد الأدنى. البعض كثير من الشركات اللي قادرين اللي عندهم حالة تصميرية وعندهم إمكانيات بعتقد بيدروا هذا شيء جيد. هلأ المطلوب قولاً لهذا الموضوع من خلال النقاش والحوار الثلاثي مثل ما بيقولوا اللي هو بيصير مع الحكومة. بس أنا ما أتمنى أنه هالموضوع هيدا يروح بسرعة، وبعتقد أنه وزير العمل يعني رح يطلق عمل لجنة المؤشر. بس كمان من لازم نقول أنه هيدا إذا ما إجا من خلال خطة التعافي الشاملة اللي بدها ترجع هيدا اللي بدنا نسأله، يعني ما فيها تنطرح بطريقة مستقلة من الحل العام بظل الظروف القائمة، يعني ربما يكون إلى أثار سلبية. طبعا بس هيدا نقدر نحن نعملها إذا في الوعي اللازم، إذا في التعاون اللازم، لأنه إعادة تشغيل محركات الاقتصاد إذا ما في نمو يا ست نوال ما تعزب قلبك بموضوع زيادة أجور. في ناس رح تزيد، في ناس ما رح تزيد، ورح نفوت بنقاش اجتماعي. يعني نحن اللي فينا بكفينا بدنا ما نطمح إليه، بعتقد يعني من يتعاطى بهذا الأمر. تصحيح الحد الأدنى للأجور، تصحيح بدل النقل سريعا، لأنه حتى الـ 24,000 ما ممكن يكفوا. ما نروح إلى حالة تضخمية لحتى هالشي ما يصير. بدك تخلق نمو، بدك طبعا ثقة وغيره، بس كمان الحوار الكبير حول السياسة الاجتماعية اللي ما كل عمرها مفقودة، ونحن كلنا بنحكي هالشي ورئيس الاتحاد بيحكي وانت بتستضيف ناس. حان الوقت انه نوضع يعني سياسة اجتماعية تقدر تأمن العمل والسكن اللائق من جهة، وتأمن ديمومة واستمرار المؤسسات. هذا الشيء بيصير لازم يكون الحوار. طبعا نحن دائما بننادي انه يكون هالحوار بالمجلس الاقتصادي. الحكومة السابقة لم ما تجاوبت معنا بهذا الشيء. نتمنى انه هاي الحكومة الحالية تستفيد من هالمساحة ومن هالخبرات الموجودة، شوية عتب على الاتحاد العمالي انه يكون نشيط اكثر بمقارباته بموضوع المجلس. بس هيدا الشيء نحكي فيه نحن بين بعضنا. يعني ضروري نقلع هالمحرك هيدا وما نروح بقصة 7 أو 6 أو 5 ينفتح النقاش. شوف شو الأفضل. بس الهيئات الاقتصادية صائمة عن الكلام المباح برأيك، ليش؟ على الرغم من أنه الاتحاد تحرك قبل وصار له سنة عم يطالب بتصحيح الأجور وبالحد الأدنى أنه يكون الرقم اللي انطرح هلأ، ليش الهيئات الاقتصادية صائمة؟ وهيدا ما بيعطي خوف بلجنة المؤشر يكون في كباش بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية؟ هلأ خلينا نقول أنه بيكون في نقاش صحي، كل واحد طبعا بده يدافع عن موقعه وهذا شيء جيد. أنا أتطلع إلى موضوع الاقتصاد الكلي، بمعنى أنه مش بس قصة منزيد أجر أو ما منزيد أجر، إحنا بدنا نصحح الأجر. بس رئاسة الطوال بدنا كمان نعرف لما القوة الشرائية بتزيد وين بدوا يروحوا هالعمال يصرفوها؟ بدوا يروحوا يصرفوها عند التجار والصناعيين. ففي تعميم الفايدة للجميع، هيدي بدها إطار جامع لمسؤولية، وبعتقد الكل متحمل هالمسؤولية وشاعر بالخطر القائم الحفاظ على اليد العامة يا أخوان. بس هيدا مش لازم يصير هالحوار ورعي هالحوار ضمن إطار المجلس الاقتصادي الاجتماعي. يعني صار سبق وصار من عندك. بس سبق وصار أخيرا مشان ما أطول عليكم وعضيتي. إحنا اليوم عنا هم بقصة القوة الشرائية للأجر، عنا هم ديمومة المؤسسات، وهم تالت جديد مستجد وخطير جدا هو هجرة اليد العامة، هجرة الكفاءات، هجرة قديش الحد الأدنى واطي وقديش الأجور واطي. تطلب ناس تشتغل اليوم غير ما كل الناس بيفكروا بكثير من القطاعات. وأنا بعرف هذا الشيء ما بتلاقي، ليش؟ لأنه مع الأسف شبابنا عم بيفتشوا على فرص عمل خارج لبنان. وإذا كانوا بيظلوا بلبنان طبعا بيفتشوا على مؤسسات يعني عندها مداخيل بالعملة الفريش دولارز وغيره. هيدي عم تخلق مشكلة اجتماعية بكل سياسة العمل في لبنان. موضوع منه فقط 7 ملايين أو 5 ملايين أو 3 ملايين، خلينا نروح بشيء أكبر وكلنا قادر يقدم ونقدر نعطي حقاً أقله بالسنة سنتين الجايين نقدر نهدي حالنا لبين ما تضبط الأمور بالوضع كله سوا. وشيء اللي نحن كلبنانيين نتطلع عليه بالتسوية الإقليمية وغيره.
شكرا لك رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل العربيد، اهلا وسهلا فيك عبر اذاعه صوت لبنان اليوم. فاذا يعني بتعتقد راح يدعي وزير العمل الى اجتماع لجنه المؤشر بهالاسبوع؟ كنت طرحت انه الهيئه الاقتصاديه انتم يعني عم تجي لعندكم على الاتحاد وعم تجتمعوا دائما، انتم عم تحكوا وهي صائمه عن الكلام، تعتقد ليش؟ خليني اول شيء حي المقاربه العلميه المنطقيه للرئيس شارل العربيد، وخليني اقول انه كمجلس اقتصادي اجتماعي لم يقصر في الدعوه. ايه بس انه معليش ما هي عم تتغير الامور، انه مش رعي من قبل، هلا لازم تكون في مناقشات موجوده على الطاوله كل يوم لانه في تغيير. انا ادعو كمان ضمن الحلول الشامله انه المجلس الاقتصادي الاجتماعي ما يكون مجلس استشاري فقط، ان يؤخذ برايه، ان يكون رايه الزامي، وهيدي بداية حل بقول بنواحي معينة. بنطلع لأقول أنه طبعا نحن في حوار بيننا وبين الهيئات الاقتصادية. شو سمعتوا منه هني متقبلين هالرقم 7 مليون؟ خاصة مع الرئيس محمد الشقير ومع رئيس جمعية الصناعيين الشيخ فادي جميل، وأنا بحيي هالشخصين أول شيء لأنهم متفاهمين. ما لازم نضلنا نحيي يعني. خليني أقول لك متفاهمين. لا نحن ليش ما بدهم يتفاهموا يعني؟ خليني انه هل من المعقول انه محمد الشقير يعني بخلال نقاشنا معه نطرح بدل نقل اكثر من اللي اقرته الدوله ان بالقطاع الخاص او بالقطاع العام؟ لقلك انه شيء منه منطقي بدل النقل الهيئات الاقتصاديه. خليني صنفهم ثلاث اصناف: قسم متفهم وقابل للحوار، قسم متريس، وقسم الثالث وقسم رافض كليا. كيف يعني تتعاملوا معهم انتم؟ نحن باحد الاجتماعات بوزاره العمل مع جزء من الهيئات كان في رفض كلي حتى لمبدا زياده ال 24000 ليره. هلا شو متوقعين ضمن لجنه المؤشر بس باختصار لانه عندنا كثير عناوين؟ ما عندنا خيار الا الحوار، ما عندنا خيار الا المفاوضات لنوصل لحد ادنى مقبول. ما عندنا خيارات. الحد الادنى كمان بنفس الوقت بيساعدنا نحن، بيرفع مداخيل الضمان كمان الاجتماعي اللي نحن عم نلاقي انه عم بيعاني اليوم مشاكل كبيره، وما زال يدفع على 1500 ليره دولار بينما الدولار صار 20000 ليره. اي والناس احكينا عن اليوم التعريفات اليوم والفروقات على ابواب المستشفيات عم تكوي المواطن. خلينا ناخذ الاتصال، رقم ينتهي ب 27. اصدقائي المستمعين رح اذكركم بارقام تليفونات صوت لبنان 01-205-511 01-325-5555 الخلوي 76-611-005 وعبر الواتساب على 76-611-001. تفضل رقم 27. الو الو، عم نسمعك من عندك رودي، مين معي؟ الو، يعطيك العافية. يا هلا، عم بحكي معك من منطقة الباقة. أنا بدي أقول له بدي زيد المعاشات، ما له شيء. أول شيء بدي يكون في وزارة عمل تشتغل وتراقب العمال الأجانب اللي عم بيشتغلوا بالزحمة اللبناني قبل ما يبلشوا يفكروا، لأنه إذا بهلا معاشات والشرك كل واحد نعم بتشغل لبناني. يعني اذا عملوا الحد الادنى 7 مليون ليره مع شو لبناني حيشتغل؟ والشرى كله عم تستغل العامل وعم بيستغلوا الناس كلها سوا. يعني طلع بكل الشرى كلها بتلاقيها موظفين اجانب، الموزعين اجانب، شفريت التاكسيات اجانب صار نصها، شفريت الفانات هاو التكاتك هاو التكتك اللي جابوه عم يشتغل هاو كله سوريين. معلش لا قوى الامنيه عم تقوم بشغلها ولا ايه، بس اسمعني معلش نحن عم نتابع الموضوع بشغله. اللبناني مش عم بيقدم لحتى يشتغل، في الاف الوظائف موجوده بكاريتاس، كمان اعلنا عبر صوت لبنان عن هالوظائف، ما حدا عم يتقدم. كمان اللبناني في توك ما بيتقدم على نوع من الوظائف اللبنانيه، بس ناطرين منهم للكرتونه الاعاشه اخر الشهر. يعني ما فينا في هيك وفي هيك بكل شيء بكل المواضيع. انا بدي اشكرك. اتصال من عندك رودي، من معي؟ على كل حال اليوم عم نحيي نحن، يعني حضرتك عم تحيي الهيئات مع انه في اتفاق عم نحكي من 2011، صلح لي اذا مزبوط، انتم بينكم بين الهيئات لما صار في رفع الحد الادنى للاجور في اتفاق بينكم وبين انه كل سنتين تجتمع لجنه المؤشر وبيندرس الوضع. من 2011 ل 2021 هالفجوه الكبيره انتركت الحق عمين ما اجتمعت، بدل ما تكون الزودات يعني مترافقه مع اليوم تغيير القدره الشرائيه عند المواطن، لا تركنا من 2011
لل 2021 الحقها مين؟ بلبنان في عنا كتير اتفاقيات، ما بعدك عم تحييهم للهيئات، في عنا تنفيذ قليل. ايه؟ الأمور ما بتختص فينا وبالهيئات بس، بتختص بسياسة الدولة اللبنانية، متبعة بالدولة اللبنانية. في سياسة مماطلة عند الجميع، يعني الحق على وزيرة على الوزراء المتعاقبين العمل، أكيد على الوزراء المتعاقبين كان لازم يدعوا لاجتماع هيئة المؤشر، ونحن فعليا كل الوزراء دعيناهم إلى أن يبادروا ويدعوا لجنة المؤشر إلى النقاد. الوزيرة السابقة كلها بكتابات رسمية، بس الوزيرة السابقة دعيت، ليش ما تلقفتوا القصة؟ نحن دعيت بناء على كتاب منا نحن. ايه؟ وما ما اجتمعتوا، ما تلقفنا غيرنا، ما بدي غيرنا يتلقف. مين يعني غيركم؟ الهيئات الاقتصادية. ما هلا بعدك عم بتقول مشكورة، لا لا لا، مشكورة على 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 دائما ابداء رغبته بالحوار، وجوده الدائم واستعداده للحوار. محمد شاير، انا ما فيني الا ما اعطي الناس حقها، إنما بالمقابل هل محمد شقير مع حفظ الألقاب أو غيره يتجاوب مع دعوتنا نحن موضوع آخر. أنا بقول إنه الرئيس شقير حاضر للحوار، غيره وبزيد عن كمان فادي جميل، في ناس رافضة للحوار بالمطلق. مين يعني رئيس تجار بيروت؟ بدك تعلق معهم؟ في ناس دايما بتحمل الطبقة العمالية هي مسؤولية ما يجري، يؤخذ عليكم المطالبات. نعم، يؤخذ عليكم انه اليوم ما واكبتوا انهيار الليرة، ما عملتوا اجتماعات، ما كان في سلم متحرك اليوم للأجر، وهيك صار في فجوة، هيك فجأة 7 ملايين، فجوة كبيرة من 675 ل 7 ملايين. وبتتذكر يعني اليوم استقال وقت السلسلة سنة 2017، ما زلنا حتى اليوم كل شغلة بتصير بالبلد بيقولوا حملت انتو سبب خراب البلد وسبب الانهيار. نحن لم نؤثر، وبوقتها بال2017 دعينا كمان لجنة المؤشر بالقطاع الخاص للانعقاد، وقدمنا نحن انه دراسة انه لازم الحد الادنى للاجور يكون مليون ونص بوقتها. لم نقصر، انما الاحداث بلبنان عم تسبق الجميع. واستقال بتتذكر وقتها وزير العمل شرب النحاس لأنه طلب 850 بوقتها وزير العمل، هذه سنة 2012. نعم، هذه صارت الأمور. بس لأنه يعني عم بتقول أنتوا لوحدكم، ما أنتوا المعنيين دكتور بشغل الأسماء، الاتحاد العمال العام أنتوا معنيين مثل ما قلت لك، ونحن منشكل الجزء الأكبر من الشعب اللبناني، إنما الحوار يقتضي فريقين مش فريق واحد. نحن في نحن، وفي عنا الهيئات الاقتصادية، والراعي هو الدولة اللبنانية. الهيئات الاقتصادية قد يكون من صلاحها أنه ما يكون في حوار، أن تبقى الأمور على ما هي عليه. الدولة اللبنانية غائبة، العمال يدفعون دائما الثمن. هلأ هايدي حالة التضخم اللي نحن فيها وحالة الانهيار الشاملي، مين عم يدفع ثمنها؟ عم يدفع ثمنها العمال بلبنان. نعم، خلينا ناخد فويس مساج. أنا موظف بقطاع الخاص، وكان معيشي 1200 دولار، يعطوني 1200 دولار، أنا ما بدي 70 ليرة، يعني ما بيعملوا شيء 70 ليرة اليوم. أنا كان معيشي 1200 دولار، شو الفرق اليوم؟ يعني 1200 دولار بيطلعوا أكثر من 7 ملايين. أنا 7 ملايين ليرة ما بيعملوا لي شيء هلا. بيطلعوا 20 مليون. على كل حال يعني في كتير من الأسئلة خلينا ناخد عم ينقال اليوم. كل الملفات عم بيتماطل فيها اليوم، بلشوا يحكوا عن رفع الحد الأدنى للأجور، بكرة بيلاقوا الحل بس يصير الدولار على 50,000. يعني المقصود بكلامي أنه كل شيء بلبنان بيمطلوا فيه من الوزارات مرورا بالنقابات، يعني بس ما بنسمع إلا حكي وزمن شراء الناس للانتخابات. يعني هيدا الملف مطروح على أبواب الانتخابات، عم بيسيسوه، عم بيقولوا أنه كأنه رح يكون هيك ارضاء للناخبين لحتى ينتخبوا نفس الطبقة السياسية. نحن صرنا سنة ونص عم ننادي برفع الحد الأدنى للأجور، ونحن صرنا عملنا 4-5 إضرابات، وبنقول انه 1000 حكومة وعدم رفع الدعم الا بوجود خطة بديلة. الاتحاد العمالي العام لا يقصر ابدا بمطالبته بحقوق الناس. نعم، هذا واضح على الأرض. نعم، يعني اليوم حكي دكتور شعر العربيد وحكينا بسياق الحلقة انه هيدا الحل برفع الأجور، هو بده يكون من سياسة وأنا شاملة متكاملة. طبعا أنا بدعي لسياسة شاملة متكاملة، وقلت لك خليني أبحث الأجر، يعني بدها خطوات. طبعا خليني أبحث الأجر مكون ضمن سياسة عامة. نعم، نستقبل اتصال. مين معي؟
صباح الخير مدام. يا هلا. بس عفوا يعني كان عم يدعي لاجتماع كبير انه السلطه ومع الهيئات الاقتصاديه ومع النقابات العمال، وبس خلص ينعمل السلطه وهذا بلا النقابات العماليه لانه هي اساسا تابعه للسلطه، يعني هيدي نحن بالنسبه لنا هيك. نعم. لانه شو السؤال؟ نعم. السؤال انه على اي اساس بدهم يحطوا 7 مليون؟ يعني انتم ما سالتوا الهيئات الاقتصاديه، عم تسالوا عم تشوفوا من ناحيه العمال. بس هني عملوا دراسه بالاتحاد العمال العام، عم ناقشك، عملوا دراسه بالاتحاد العام. الاتحاد العمال العام عم يقول 500,000 اجار البيت، 500,000 ما في اجار بيت 500,000. هلا قال اجار بيت ما في ب $200 وما في بيوت للاجار ب $200. اعطيت حد ادنى، اعطيت حد ادنى بكل شيء انا. يعني انا اعطيت بالعشوائيات، عم بحكيك بالمناطق العشوائيه. معك حق 100%. انا اعطيت قلت اجار غرفه، اعطيت حد ادنى بكل شيء، بالنقل، بالسكن، بالطبابه، بالاناره. ما بدك تحط حد ادنى، ما بكفي للعامل يعني. معك. طيب شو بنعمل؟ شو المطلوب برايك؟ شو المطلوب؟ كان ينربط الحد الأدنى للأجور والأجور كلياتها بالدولار من أول أزمة الدولار، وما كنا وصلنا لهون، ما كان وصل الدولار لـ 18,000. شكراً لإلك. بترجى الشركات والتجار العملة إنه يلعبوا بالدولار لهالقد لأنه العامل بده يسحب الدولار منهم. شكراً لإلك، أهلاً وسهلاً فيك. كمان رقم بينتهي بـ 407، تفضل. بونجور مدام، يعطيك العافية، تحية إليك ولضيفك. يا هلا. الحقيقة أنا من ضحايا الـ 84 لـ 86 بالدولار لما ركبوه من 10,000 ليرة ل 3,000 ليرة، وطالبنا وقتها بإلغاء الليرة اللبنانية ويظل الدولار هو بس هن بدهم يضلوا يسرقوا وحنضلنا ننسرق. هيدا أول شيء. ثاني شيء مدام، في جريمة كبرى عم ترتكب بحق الطبقة الوسطى اللبنانية. نحن منتمنى تسألي ضيفك مين المسؤول عنها ومين مغطيها وليش الاتحاد العمال العام وغيره ساكتين عليها، اللي هي الاجتياح السوري لسوق العمل اللبناني بشكل غير شرعي، وخاصة المهن المحصورة باللبناني. نعم. وشكرا لك. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. تفضل دكتور بشارة الأسمر. اللي عم بيقوله المتصل الكريم صحيح، في أمور مش طبيعية، وهيدي مسؤولية الدولة اللبنانية. نحن ما قصرنا، واللي بتابع خطوات الاتحاد العمال العام ومراجعاته مع الوزراء المعنيين بيشوف انه نحن لم نقصر بعملية تحديد اليد العاملة العربية او الاجنبية، انما في اجتياح من مكان. يعني انا اذا بيجي بقول انه في عندي 200,000 اجازة عمل رسمية كانت للعمال الاسيويين، وعلى ارض الواقع عندي 450,000 موجودين على الارض. نعم. شو فيني اعمل انا كاتحاد عمالي عام؟ انا فيني راقب الحدود والتهريب للعمال. بس فيكم كنتوا توقفوا الانتهاكات بحقوق العمال؟ كنا عم نواكب كل شيء، إنما الأزمات بلبنان صارت فوق نطاق المنطق والواقع. اليوم في عندي أنا خروج لليد العاملة الأجنبية كلها من لبنان حتى العربية. هل يبادر المجتمع اللبناني إلى صياغة واقع عمال جديد بسوق العمالة، وأن نوجه العمالة بالطريقة المناسبة؟ هيدي كمان تقتضي سياسة تربوية كبيرة. هلا بس كان بيسوى انه توقفوا الانتهاكات بحقوق العمال، خصوصا انه عم يندفع ربع المعاشات، نص معاشات. يعني ما قدرتوا ألزمتوا الهيئات الاقتصاديه بتسجيل العمال بالضمان الاجتماعي؟ في كثير من العمال مش مسجلين. 60% من عمال لبنان يعني مسجلين فقط. عم نتابع اولا باول، مثلا على عمليه تسجيل العمال بالعمال البلديات متابعينهم. امبارح انا كنت نهار السبت عند وزير الداخليه والوزير الداخلي السابق، وحطينا إطار لانتساب عمال البلديات البالغ عددهم تقريبا شيء 14,000 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. امبارح كنت عند وزير الشؤون الاجتماعية وطلبت بتنسيب العاملين بالأسر الأكثر فقرا اللي هن بيوازي عددهم بحدود 1,000 إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعملت شكوى خطية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باسمي أنا مطالب بضمهم. بس يعني نحن اليوم دائما بلبنان بنطلع من زاويتنا الخاصة لنعمل فعل إداني. عم نستفسر. 45 شخص مبارح قعدتهم إلى عملهم بالمعاينة الميكانيكية بطرابلس، كانوا صرفوا من مدة 3 أشهر. هلا المفروض نحن دائما يعني اليوم عملية التراشق والاتهامات بلبنان أودت بلبنان الوطن أن نتوقف وأن نتوجه إلى الحالات العمل الفعلي
اللي تؤدي الى انقاذ لبنان. نحن مقضينا على وسائل الاعلام هجوم وهجوم مضاد وتبادل اتهامات والنتيجة على الأرض صفر. معليش بس يعني منيح في وسائل إعلام بلبنان وإلا ما كان المواطنين ما عرفوا شيء. أكيد أكيد أنا عبقول التراشق الإعلامي مش نعم. عبقول وسائل الإعلام. نعم يعني اليوم دكتور بشارة الأسمر عم نتفق أنه طرحته 7 ملايين بناء على دراسة بالاتحاد العمالي العام هي مطروحة للبحث على طاولة لجنة المؤشر. أحد المتصلين مش قبلان لأنه فعليا حطيت حد نعم. أدنى يعني أنا حاطت 500 ألف ليرة سكن وفعليا ما في 500 ألف ليرة نعم. سكن. طب ماذا عن المعاشات الباقيه؟ في ناس مثلا هلا بتقبض 7 ملايين وين الشطور؟ معالجه الشطور اي هيدي كيف بكون تعالجوها؟ لا طبعا ست نوال هيدي امور تدرس بدها بحث. نعم انتوا طرحتوا العنوان وباقي الحلول والطريق نعم تدوير الزوايا بقلبنا وقلنا ملحقات الاجر نعم. يعني انا اليوم كمان في عندي اتجاه يمكن اذا ال 750 الف عائله بتاخذ بطاقة تمويلية معناتها صارت هذه البطاقة بشكل أو بآخر جزء من ملحقات الأجر حتى أكون أنا متحرك ما هيدي بدنا نسألك عنها يعني اليوم يعني إجا مترافق مع إقرار البطاقة التمويلية المطالبة تبعنا نحن المطالبة تبعنا عمرها سنين عم نقول عملنا مراسلات خطية ما في وزير عمل إجا إلا ما عملنا له مراسلات خطية ودعوة إلى انعقاد لجنة المؤشر بس هو ما تجاوب هيدي مش بإيدنا هيدي ضمن ثلاثية التمثيل تقتضي موافقة ثلاث فرقاء هلا إذا الهيئات الاقتصادية ست نوال ما وافقت على الاجتماع ما بيكون في اجتماع أنتوا شو استشفيتوا رح توافق ولا مش رح اليوم في اجتماع بينه وبين وزير العمل لنشوف شو نتيجة الاجتماع طيب خلينا نستقبل اتصالين أول شيء من حسام ألمانيا تفضل صباح الخير يا هلا حسام تفضل عندي سؤال لحضرته انا بس قبل كل شيء الحل ما بيكون بزياده المعاشات لانه بصير في تضخم وبده بصير في معالجه للاسعار بنحط خطه نقل العالم بتروح بالباصات على شغله سيرفيس ب 50 ألف تبع بكره اذا زدنا ل 7 ملايين والتاجر رجع زاد وصاحب البيت رجع زاد كمان هي زادها الموظف ما حيأدي معه فاذا البدائل هي اول شيء خطه النقل بنزيد بنزيد توفير فرص العمل خطه نقل وتنظيم الاسعار كمان يروح ينزلوا على الارض في تضخيم للاسعار بشكل مش طبيعي صحيح انه في غلاء بس ضاربينه التجار بخمس مرات من عندهم هيدا يعني الرقم المحطوط مبالغ فيه بشكل مش طبيعي يعني نعم كمان في منهم عم بيقولوا تعزيز التعليم الرسمي كمان هيدا هلا مضربين يعني للتخفيف من الاهل مصاريف التعليم سيدي الكريم اذا عم تتابع سياق الحلقه اول ما حكيت انا عن خطه النقل وقلت في خطه نقل مأمن مصريات البنك الدولي قيمتها 290 مليون دولار موجوده بمجلس الانماء والاعمار ندعو الى تطبيقها وهي جزء من الاجر هذا اللي قلته جزء ثاني عمليه تعزيز الضمان الاجتماعي وقلت هالشيء وهالشيء بيكون عبر اول شيء رفع حد ادنى للاجور بزيد الاشتراكات الضمان الاجتماعي ما عم بيقدر بقى يعطي للمريض حقه بالطبابة وبالاستشفاء قلت كمان عندي قانون الايجارات فقدت كل شيء وتوفير فرص العمل وقلت انه لازم هيدي وحده من كل وتأمين الكهرباء تأمين الكهرباء للمواطنين اليوم أنا إذا واحد عم يدفع 1.5 مليون لمبة 5 أمبير بقول له هدي بالك لح أعمل مشروع اقتصادي نهوض اقتصادي وأمن فرص عمل بالبلد والحد الأدنى للأجور 675 ألف أنا بدي معالجة فورية بعض المعالجة الفورية بدي خطة متوسطة المدى وبدي خطة طويلة المدى أنا بحاجة لمشروع إنقاذي بلبنان يمتد 5 سنوات من ضمنه بطاقة تمويلية نحن كنا أوائل الاتحاد العمالي العام عملنا 4 إضرابات أول إضراب كان بأيلول الماضي بطاقة تمويلية عدم رفع الدعم إلا بوجود خطة بديلة بطاقة استشفائية وبطاقة دوائية لم نحصل على شيء بطاقة للوقود اليوم نحن عنا عملية الوقود واصلين على 300 ألف ما في علاج كله يطلب من المواطن وقت اللي بيقول ارفعوا لي شوي الحد الادنى إن صار كل اللي صار ما في تضخم الا وقت اللي بيطالب الاتحاد العمالي العام انه يصير في رفع حد ادنى للاجور
اليوم العامل ليش صار بسلسلة الرتب كوينه بسلسلة الرتب والرواتب رجعنا كمان قلنا كانت على أبواب الانتخابات كمان سلسلة الرتب والرواتب لو بلاها اليوم كيف أنا بدي أقولك تصوري القوة العسكرية والقطاع العام بس بفضل الليرة صارت مهزلة معلش ما كان بدون دراسة عملوا أرقام غلط يا ستي يعني سلسلة الرتب والرواتب بدون دراسة 71 مليون مليار دولار دين سنة 2017 كانوا بدراسة اليورو بوند 37 مليون مليار دولار فايدتهم آخر سنة 37 قبل آخر سنة فايدة 12% هودي ضمن دراسة شكرا لك حسام ألمانيا نحن كل اللي بدنا نقوله انه كمان آخر اتصال رح نستقبله لأنه صار زمان ناطير مين معي؟ ايه محمد مدام يا هلا تفضل انا منيح في شغل في سنتين بس بطلعت بارولي حكي ما بيسمع ايه شو بدنا نعمل نسكت نسكت عم بحكي عني انت شغلتكم نحكي العالم بس عم نحكي الابيين كانوا يحكوا على الفاضل لا لصوبين لانه اول شغله نحن اللبنانيه من خلينا نقول 60 مليون بيعيشوا على ظهر العالم نحن بحياتنا كنا نطلع مسؤولياتنا من عرق جبيننا يا حنة كل القطاع العام في عندي 50% بيشتغلوا مضبوط و 50% عم بيقبضوا معاشات قديمة يعني شو قصدك تقول لأنه يعني انتهى الوقت؟ ايه اللي قصدي بدي اقوله اللبناني ما مش هالطريقة ها مش بعلله معاشه شو المطلوب؟ بدي بلش يغير عقليته انا طالب مدام تشتغل بالبيت عندي لشخص مسن تلا 4 أشهر عم بطلب ما في يعني توقفينا كمان توقفينا بس فينا بس فينا شكرا لك بكل بلد شكرا لك اليوم دكتور بشار الأسمر اختصر لنا شو ما نقول اليوم مطروح زيادة أجور لازم تترافق كما قلت بسياق الحلقة مع توفير فرص عمل مع تأمين كهرباء يعني تكلفة الإضاءة هلأ بالمنازل 500,000 ليرة شهريا مثل ما عم نقول توفير فرص عمل مثل ما قلنا تعزيز التعليم الرسمي خطة نقل لازم تكون موجودة كلهم لازم يترافقوا وإلا رايحين نحو الخراب ونقطع السطر أكيد نحن لازم يكون عندنا خطة نقل موجودة جينا عم نقول إن نحن بنستعين بقسم من هالمال بناخده على البطاقة التمويلية لا نعمل خطة النقل خطة النقل بتوفر 40% حسب دراسات معينة من المداخيل العامل بتوفر له 40% من مداخيله إذا في خطة نقل القطاع الرسمي أجب أنه يعزز القطاع الاستشفائي اليوم نحن بحاجة لضمان ولصناديق ضامنة ولتعاونة الموظفين أن نعزز واقع الضمان لأنه الاستشفاء كارثة كله هيدا يجب أن خطة سكنية ما في عنا قانون أجرات خطة سكنية واضحة نحن بحاجة لورشة عمل 24/24 بس الرواتب والأجور على طاولة مجلس وزراء مش هالأربع المقبل ونحن مواكبين هالواقع كمان لنشوف شو بدهم يعملوا لأنه هيدي بالقطاع العام إعطاء مساعدات شهرية ورفع كمان بدل النقل ورفع المنح المدرسية في جملة أمور في بعض العلاجات الفورية فينا نعملها وفي علاجات متوسطة المدى وفي علاجات طويلة المدى شو قال لك وزير المال يعني قريبا في اجتماع بينكم وبينه؟ طبعا مفروض يكون في اجتماع دائم لتحديد الزيادات بالقطاع العام في تصور هلا حولها رئيس مجلس الوزراء بيكون في لنا لقاءات دائمة معه الرئيس مئاتي الوزراء المعنيين عم بيكون في إلنا لقاءات بإطار كمان مبارح مثلا كان في إلنا لقاء مع وزير الزراعة من شان تنشيط القطاعات الإنتاجية كان في إلنا لقاء مع وزير الصناعة قدمنا مذكرة لدعم الصناعيين نحن عنا 170,000 عامل بالقطاع الصناعي عمال فنيين نشكو من هجرة ومن نزف نحو الخارج قدمنا مذكرة لدعم الصناعة اللبنانية لدعم الصناعات اللبنانية شكرا على كل حال لنشوف نواكب لأنه موضوع كتير مهم أنا بدي أشكرك رئيس الاتحاد العمي العام دكتور بشارة الأسمر كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فويس أوف لبنان 100.5 بختام هاللقاء أطيب الأمنيات مني نوال ليشا عبودة ليدا غانم والمخرج رودريك نمنو كلمة محلة بتنزل حفر نقطة نقطة بتحفر صخر كلمة محلة بتنزل حفر